أهلا ومرحبا بكم في قناة AES Learning لتعلم اللغة الألمانية على يوتيوب. معاكم إسراء محمد، مدرسة اللغة الألمانية. النهاردة هقدم لكم درس جديد وهو تيمبوغالي بريبوزيتيونن، حروف الجر الزمني. يلا نبدأ الدرس. حروف الجر الزمنية عندي أم بمعنى في تمام وتأتي مع الساعة، ونسأل عنها بفن بمعنى متى، أو أم في فيل أوا بمعنى في أي وقت أو في أي ساعة. تعالوا نشوف بايشبيلة. لو سألت سؤال وقلت فن أو أم في فيل أوا بيجنت ديا فيلم بمعنى متى يبدأ الفيلم أو في أي وقت أو في أي ساعة يبدأ الفيلم. الإجابة أم إلف أوا في تمام الساعة 11. لو أنا عايز أقول إجابة كاملة هقول دي فيلم بيجنت أم إلف أوا، يبدأ الفيلم الساعة 11، أو أم إلف أوا بيجنت دي فيلم. عندي مثال كمان، فان أو أم في فيل أوا شتيست دو أوف، يعني متى أو في أي وقت تستيقظ. ممكن أقول أم زكس أوا، يعني في تمام الساعة 6. ولو عايز أقول إجابة كاملة هقول إيش شتي أم زكس أوا أوف، بمعنى أنا أستيقظ في تمام الساعة 6. أو ممكن أستخدم أم زكس أوا في الأول وأقول أم زكس أوا شتي إيش أوف، برضو نفس المعنى. المهم حافظ على الفيرب رقم 2 في الجملة. عندي بعد كده أم بمعنى في، تأتي مع أيام الأسبوع وأوقات اليوم والتاريخ، ومع كلمة فوخن إند بمعنى نهاية الأسبوع، وبنسأل عنه بفان بمعنى متى. تعالوا نشوف أمثلة. فان هاست دو تايت، متى لديك وقت. ممكن أقول أم فرايتاغ، في يوم الجمعة، وده يوم من أيام الأسبوع. أو ممكن أقول أم فوخن إند، في نهاية الأسبوع. أو ممكن أقول أم أبند، في المساء، ودي من أوقات اليوم. ولو عايز أقول إجابة كاملة هقول أم فرايتاغ أو أم فوخن إند أو أم أبند هابي إيش تسايد، وممكن أبتدي بإيش هابي. مثال تاني. المثال التاني، فان بيزوخست دو دايني اوما، متى ستزور جدتك. ام دريتن اكتوبر، في الثالث من اكتوبر. لو عايز اقول جملة كاملة ich besuche meine oma am dritten oktober، او اقول am dritten oktober besuche ich meine oma. بعد كده عندي إم بمعنى في، تأتي مع شهور أو فصول السنة أو كلمة يا، وبنسأل عنها بفن بمعنى متى. أول مثال، فن بيست دو جيبورن، متى ولدت. ممكن أقول إم ديسمبر، يعني في ديسمبر. أو ممكن أقول إم يا 1995، يعني في عام 1995. لو عايز أقول جملة كاملة Ich bin im Dezember أو im Jahr 1995 geboren.
مثال تاني: Wann fliegst du nach Deutschland؟ متى ستسافر إلى ألمانيا؟ ممكن أقول im Sommer، في الصيف. لو عايزة أقول جملة كاملة: Im Sommer fliege ich nach Deutschland. عندي بعد كده von bis، من حتى، وبنسأل عنهم بفان يعني متى، أو في لانج كم المدة، أو von wann bis wann من متى حتى متى. تعالوا نشوف أمثلة: wann أو wie lange أو von wann bis wann ist der Deutschkurs؟ متى أو كم مدة أو من متى حتى متى يكون كورس الألماني؟ ممكن أقول von 3 bis 5 Uhr، من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة. أو ممكن أقول von Montag bis Freitag، من الاثنين حتى الجمعة. لو عايزة أقول إجابة كاملة هقول Der Deutschkurs ist von 3 bis 5 Uhr. وممكن أقول Der Deutschkurs ist von Montag bis Freitag. وبكده درس النهاردة يكون انتهى، وأشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.